في آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قال ميخائيل بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني إن عدوان روسيا هو سبب أي تصعيد بما في ذلك الأحداث في منطقتي كورسك وبلغرود الروسيتين على حد وصفه. ولليوم الثالث على التوالي تتواصل المعارك داخل الحدود الروسية بين الجيشين الأوكراني والروسي في منطقة كورسك بعد هجوم أوكراني مفاجئ. ووفقا لمصادر روسية فإن روسيا أجبرت بسبب هجوم كورسك على استدعاء آلاف جنود الاحتياط. Моя машина вон стоит, вот он, дом разбитый. Все, пизда судьба. Сейчас я... Сейчас... بالمقابل طالب ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي بتوسيع أهداف الحرب لتشمل أوكرانيا بالكامل ردا على هجوم كورسك، وأضاف أن العملية العسكرية الروسية الخاصة يجب أن تتجاوز الحدود الإقليمية لأوكرانيا وتذهب إلى أوديسا وخاركيف ودنيبرو وميكولايف وكييف وأبعد من ذلك. ولفت ميدفيديف إلى أن الهجوم الأوكراني هو محاولة من كييف لإجبار روسيا على نقل قواتها من خطوط المواجهة الرئيسية ولأن تظهر للغرب أنها لا تزال قادرة على القتال. من كييف ينضم إلينا فولودمير شوماكوف المستشار السابق لحاكم خرسون. أهلا بك أستاذ شوماكوف معنا. السؤال الأول هو عن التهديد الروسي الآن. روسيا تهدد خاصة بعد محاولاتكم يعني التوغل في العمق الروسي من خلال كورسك، هذه المنطقة الحدودية. هل كييف جاهزة لصد أي هجمة أو توغل بري روسي؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي من أوكرانيا. أهلا بك. بصراحة من بداية حرب سيد ميدفيديف رئيس روسيا السابق يهدد لتدمير أوكرانيا حتى بسلاح نووي، كما يقولون بعض الخبراء بأن سيد ميدفيديف هدد 60 مرة باستخدام سلاح نووي ضد أوكرانيا. يعني بصفة عامة نحن تعودنا على تهديدات سيد ميدفيديف. على عودتنا لهذا، روسيا تقريبا كل يوم تقصف مدن مذكورة ومنها ميكولايف، أوديسا وخاصة مدينة خرسون في جنوب أوكرانيا. يعني بصفة عامة تصريحات روسية وتهديدات روسية هي المتوقعة. ولكن في آن واحد جدير بذكر بأن هذا هجوم محافظة كورسك أكيد هذا الأمر مفاجئ لروسيا. بالمناسبة نحن كمجتمع الأوكراني نقول بأن هذا ليس استيلاء، ولكن هذا مناطق تقليديا وتاريخيا تابعة لأوكرانيا. هناك عدد داخل من الأوكران. على عودة لهذا، مدينة كورسك أسس الواحد نعم الأمير أستاذ شوماكوف، بالنسبة لكم هي مناطق أوكرانية، بالنسبة لروسيا هي مناطق روسية، ولكن في ذات الوقت أنت قلت ذكرت بأن هذه التهديدات الروسية نحن تعودنا عليها. هل تعني بهذا الكلام بأنه مجرد كلام وتهديد ولن يكون أي توغل يعني مختلفا عن الذي قبله هذه المرة؟ من المتوقع أكيد بأن روسيا كمعتاد سوف تقصف مدن أوكرانية وأيضا مناطق حضرية هنا في أوكرانيا. هذا الأمر طبيعي لجيش روسيا ارتكاب جرائم حرب وإبادة الجماعية ضد الشعب الأوكراني. نعم، من المتوقع أكيد بأن سوف تكون قصف مدن أوكرانية حتى بقنابل مواجهة ثقيلة أو بصواريخ مختلفة. هل أنتم جاهزون لهذه المواجهة؟ لأنه الحرب استنزفت أوكرانيا بالتأكيد الكثير من الأسلحة تم استنزافها. هل أنتم جاهزون من ناحية عتاد وحتى جنود؟ أكيد بصفة عامة نحن هنا جاهزين ومستعدين من بداية الحرب بصراحة. على وطن الأهل، عندما أنا أزور مدينة خرسون للأسف الشديد الناس هناك تعودوا لانفجارات وحتى لا يهتم بها، وهذا بصراحة أمر خطير ومخيف جدا.
نعم. طيب أستاذ شوماكوف، ما الهدف من هذا التوغل في هذه المنطقة الحدودية؟ بالتأكيد يعني كيف تعرف بأنه هذا استفزاز للكريملين وبأنها سوف ترد، أو على الأقل كما قلت ستهدد في هذا الرد؟ ما الرسالة التي تريد أوكرانيا إيصالها؟ نجدر بذكر بأن اليوم ما زال لا توجد تصريحات رسمية من قبل السيد زيلينسكي أو من قبل قائد جيش أوكرانيا حول هذا الهجوم، ولكن أكيد مفهومة بأن أكيد هذه محاولة إجبار روسيا إرسال قواتها الهدفية ليست في منطقة دونباس ولكن في محافظة كورسك روسية. هذا محاولة تحويل الانتباه روسيا من مناطق أوكرانية بل إلى محافظة كورسك. بالمناسبة أنا أتذكر كلام السيد بريغوجين رئيس مجموعة واغنر، إذا هو كان جنرال أوكراني فهو احتل أو سيطر أي منطقة أو محافظة حدودية روسية، وبعد ذلك أجبر بوتين لتبادل أراضي أوكرانية على أراضي روسية. من المرجح أكيد هذا السيناريو. جدير بذكر توجد كثير من الشائعات بأن أوكرانيا ترغب أن تسيطر بمحطة نووية التي موجودة قرب من مدينة كورسك، وإجبار بوتين التبادل هذه المحطة النووية على محطة زاباريجيا التي روسيا احتلت في جنوب أوكرانيا. ولكن بصفة عامة أكيد هذه الشائعات. نحن نشاهد بأن بصفة عامة هذا الهجوم يعني بأن فشلت استخبارات روسية. جدير بذكر بأن أوكرانيا اخترقت خطين للدفاع في هذا المنطقة. أيضا بصفة عامة نحن وجدنا بأن هناك لا توجد خطوط دفاعية روسية. فساد هو حليف لقوات مسالحة أوكرانية، يعني فساد داخل روسيا، لأن روسيا أرسلت الأموال لبناء هناك خطوط دفاعية، ولكن نحن لم نجد هناك بصفة عامة خطوط دفاعية جدية في هذه المنطقة. أعتذر منك أستاذ شوماكوف، انتهى وقتنا، ولكن شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا. السيد فولودمير شوماكوف المستشار السابق لحاكم خرسون.